أسمع علي. كنت أشتغل وأجيب لأهلي. يبحث عن وظيفه لاعاله اسرته مبكرا يريد الطفل علي ولوج سوق العمل المزدحم ثمه افكار توازي تسربا مدرسيا مقلقا تتحدث عنه الارقام المرتفعه في العراق في احد الاحياء الفقيره في بغداد بصيص من الامل يشرق في قلوب وعقول عشرات الاطفال المشردين تنثره منظمه غير حكوميه حافله الامل مدرسه متنقله لدعم وانتشار الاطفال المتسربين من المدارس بسبب الحرب الاطفال قد يكونون خطيرين في المستقبل وقد يكونون ضحايا للجماعه الارهابيه هؤلاء الاطفال لا يعاملون ابدا بالحب عندما يشعرون بان هناك حبا في هذه الحافله فسيكونون متلهفين الى ان يكون لديهم الدافع الى التعلم ألوان الأمل تزين قاعة الدرس في الحافلة التي عادة ما تركن في كل موقع تستهدفه بضواحي بغداد لثمانية أشهر لتقدم تعليما مجانيا لنحو خمسين طفلا من غير المنتظمين بالمدارس تمنحهم الدعم النفسي أيضا من بينهم سارة تلميذة اليوم معلمة الغد مستجلب هذا الباص أبدا منسج لا مدرسة داخلة ولا شيء أريد أكبر وأصير معلمة وأريد أعلم الأطفال بالمدرسة. توصلت المنظمه غير الحكوميه التي ابتكرت فكره الحافله الى اتفاق مع اداره التعليم العراقيه لتدريس الاطفال وفق المنهاج الرسمي كما تخطط لفتح نحو عشره مدارس متنقله اخرى في باقي المحافظات في وقت تقول الامم المتحده ان اعاده هؤلاء الاطفال الى المدارس الرسميه تمثل اولويه للعراق وسط حديث عن تقصير حكومي مفترض في مجال التعليم واحتواء الاطفال